أما بالنسبة للمحور الفني لهاته النسختان التي لملتقى زرفاس فيتمثل في السهرة الفنية الكبرى التي ستقام عشية يوم الأحد ابتداء من الساعة 6 مساء، حيث ستعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين ومجموعة من المنشطين المحليين كذلك الذين سينشطون هذه الفقرة، وسيتم توزيع خلال هذه السهرة مجموعة من الجوائز والشواهد التقديمية وكذلك مجموعة من الهدايا على المشاركين في هذه النسخة الثالثة ما بين أطفال ولاعبين وعارضين، وكذلك مجموعة من الفرق التي تمثل مدينة مقاطعة أكدال والتي فازت بمجموعة من الدوريات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى